السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا ميد للتقنية. في هذا الفيديو سنتطرق لفيديو ثاني حول شركة باي بيت. إخواني في الله، إذن الشركة التي تطرقنا إليها في الفيديو القادم ومنصة الكبيرة الخاصة بالكريبتو كورنسي إخواني في الله، إذن تطرقنا في الفيديو الأول كعمل حساب ويعني ديبوزيت شراء من يعني باي كريبتو وهذه الأشياء الأخرى إخواني في الله. في هذا الفيديو سنتطرق يعني لفيديو آخر إن شاء الله حول منصة باي بيت الجميلة والجميلة والمشهورة. لكن قبل بداية الفيديو أتمنى لكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر لايك لتشجيعنا على نشر المزيد من الفيديوهات إخواني في الله. إذا كما نرى هذه الواجهة الخاصة بهم كما قلت لكم، إذا كنت تريد مثلا الشراء كما قلت لكم من هنا الباي كريبتو تذهب إلى أو من هنا في البي تو بي إخواني في الله كما تطرقنا في الفيديو الأول بطريقة سهلة. كل ما لكم هو مثلا الدخول إلى البي تو بي ويعني كل ما تضمنك هي شركة باي بيت إخواني في الله من هنا الباي، أو إذا كان لديك وتريد السيل من هنا بطريقة سهلة. إذا شيء آخر وهو من وان كليك باي، تقوم ب يعني هنا كتابة كم تريد أن تقوم بالباي ثم أو تقوم بالسيل، وبعدها ستشتري بطريقة سهلة بتختار هنا الميثود أبل باي، فيزا كارد، بانك كارد، يعني أي شيء تريد من هنا ستجده إخواني في الله. إذا طريقة أخرى كما قلت لكم وهي التريدن، إذا كنت تريد مثلا التريدن في سبوت كما قلت لكم تذهب إلى هنا. طريقة سهلة في التريدن إخواني في الله، تذهب إلى هنا إخواني في الله وتبدأ في التريد. كل ما عليك هو اختيار العملة التي تريد التريد فيها، مثلا تريد التريد في مثلا اثريوم او اي شيء، مثلا تقوم بالاثريوم على هذا الشكل او سولانا على هذا الشكل، تقوم بالتداول فيها اخواني في الله. وهنا ستجد يعني الماركت كم يريد، هنا الاوردر بوك، ريسنت تريدز، اخر تريدز الذي يوجد الان في السوق. هنا تختار سبوت او من هنا تختار الماركت او الليميت او تيك بروفيت او ستوب لوس، وتبدا بالباي او السيل اخواني في الله بمسطره كما قلت لكم. اذا يمكنكم التريد اخواني في الله، إذا كنت تريد مثلا الكونفرت تكونفرت من هنا، مثلا لديك أموال في عملة رقمية، مثلا لديك أموال في سولانا وتريد إرسالها للـ USDT، نفس طريقة مثلا لديك البيتكوين أي عملة رقمية أخرى، تقوم بكونفرت على هذا الشكل وستجده هنا في الأسيتس الخاص بك إخواني في الله. إذا كنت تريد مثلا التريد مثلا أوكي سنذهب إلى التريد على هذا الشكل. إذا كنت تريد مثلا التريد في يعني شيء آخر، مثلا تقوم التريد كما نرى في أي عملة رقمية قلت لكم إخواني في الله، من هنا تختار إخواني في الله وتبدأ في التريد على هذه الطريقة. أيضا يوجد إخواني في الله التريدين بوت، يعني يوجد بوت يعني يمكنك استخدامه وهو يعني سيساعدك في التريد إخواني في الله. كل ما عليك هو مثلا اختياره من هنا، ثم ستختار مثلا هذا الأكثر واحد، مثلا هذا الأكثر واحد يعني هو يعني يستخدم الـ AI، وتقوم مثلا بيوز أي واحدة مثلا من هنا، هذا يختار الدوج والـ USDT. هنا تختار مثلا copy for free إخواني في الله، أنت وماذا تختار مثلا تختار أي واحدة، مثلا نحن سنختار يوز على هذا الشكل، ثم بعدها تقوم بإضافة كم تريد مثلا 1000 دولار أو هذا الشيء copy وستبدأ. لكن يجب أن يكون الأموال كما قلت لكم هنا في الأسس الخاص بك أو الوالد الخاص بك إخواني في الله. كما قلت لكم إذا كنت مثلا تريد ايضا تداول في اي يعني يوجد ايضا اشياء اخرى سنطرق اليها ان شاء الله كما قلت لكم. ايضا كل ما اريد يعني ان اشرح لكم هو الكابي تريدن اخواني في الله، مثلا هذا الكابي تريدن سيساعدك كثيرا كثيرا اخواني في الله اذا كنت تريد مثلا الربح بدون عمل شيء. كل ما عليك اخواني في الله هو ان تختار التريدر المناسب لك. فمثلا هنا ستختار نمبر 1 نمبر 2، هذا الاكثر الناس الذي يستخدمون معه. انظر معي اكثر من 420% في الار او اي في اخر 7 ايام يعني 7 دايز. مثلا هنا تختار مثلا التوب ماستر تريدرز او الاول ماسترز، يعني يمكنك ان تقوم بتشيك وستجد مثلا هذا فول يعني اكثر الناس اللي دخلوا معه. انظر كم من شخص يعني لديه، وانظر يعني يعني كم الناس يقيموه، وانظر هنا الار او اي الار او اي الخاص بهم. وهنا مثلا تختار اي واحد، مثلا هذا 5 على 5 هذا شيء جميل، ندخل اليه نطرق اليه نقول نشو يعني نرى البروفايل الخاص به، مثلا الار او اي الار واي الخاص به كما نرى. وهنا تختار يعني الفولورز كم لديهم، الوين يعني انظر الخسيره فقط 9 ولكن الربح 54، فهذا شيء جميل وجميل جدا. هنا ستختار يعني الناس الذي يقومون معه، وبهذه الطريقه انت تختار تقوم بكوبي على هذا الشكل.
كل ما عليك يعني أن يجب عليك أن يكون لك الأموال. هنا مثلا المينيموم هو 1500 دولار الذي يطلب هذا الشخص، يعني لن يأخذ لديك الأموال، فقط سيقوم بالتداول بها وهو سيربح وأنت ستربح. يعني مثلا تقوم بإضافة 1800 دولار، بعد تقوم بكعطي على هذا الشكل، وهو يعني سيقوم بالتكلف بالتريدين. وكل شيء إخواني في الله، وعندما سيربح ستربح مع أنت إخواني في الله. أيضا شيء آخر يوجد كما قلت لكم هو يعني تريد جي بي تي، أيضا أشياء جديدة وجديدة وكثيرة يعني تقوم بها شركة باي بيت. يعني هذا شيء جميل، وقوم تأكل مع الشات جي بي تي، تقوم مثلا بتكلم معه، هو يعني سيساعدك في اختيار الأزواج الذي البوبيلر كون، مثلا كالبوبيلر كون أعطاني التون والنوت كما نرى. ومن هذه الأشياء يعني بعض الأشياء يمكنكم التكلم معه وهو سيساعدكم إخواني في الله، لكن يعني هذه فقط تبقى يعني بعض الخيارات، يعني هي فقط نيو يمكنكم يعني استخدامها إخواني في الله. إذا شيء آخر سأري لكم في هذا الفيديو، وهو مثلا يعني بعض الريوردز الذي تقدمها يعني أو المسابقات التي تقدمها باي بيت إخواني في الله. فكما نرى هنا مسابقة يعني شير أبرايز بول أوف أب، يعني أكثر من 130 ألف دولار يمكنكم ربحها. تقوم بجوين ناو على هذا الشكل، يعني هذه تورنمنت، يعني تكون بعض التورنمنت إخواني في الله. مثلا هنا الكابي تريدين وتريد بوت، يعني كما نرى هنا موجودة، يمكنكم الدخول إليها إخواني في الله. انظر يعني فقط أنت تبدأ في الكابي تريدين أو البوت تريد تريدين إخواني في الله. مثلا كل ما يقوم هو تقوم بالريجستر ناو معهم إخواني في الله. وكما نرى مباشرة أنا الآن دخلت معهم، وستبدأ إخواني في الله يوم 16 ماي، يعني ستنتهي تقريبا يوم 16 جون، يعني يوم بعد 5 أيام تقريبا إخواني في الله، وستنتهي هنا. هنا الناس الذين يربحون كما نرى الريورز الذي أخذوا، يعني 130 مليون ألف دولار يعني موجودة في هذه المسابقة. يعني هذا شيء جميل، وسنقوم بالحظ الخاص بنا ونرى هل سنربح أم لا. إذا أخواني شرحت لكم تقريبا كل شيء حول المنصة. نلتقي في فيديوهات جديدة، فيديو جديد إن شاء الله حول شركة باي بيت. سأتطرق لأشياء أخرى أخواني في الله حول هذه المنصة الجميلة وجميلة جدا. كان معكم من التقنية، ونلتقي في فيديو جديد في القريب العاجل، إلى اللقاء.